الفرص. الشيء اللي ما نجحناش فيه هو نترجم كل فرص هذوكم الاهداف. في الكوره وقت تضيع عدد كبير من الفرص تقوم ما تجمع على كونتر ولا من فوت تخمل سيناريو هذاك هو اللي صار. كان التفكير كله والقوه والطاقه كلها كانت مركزه على الشامبيونز ليغ باش نمشيو اكثر ما يمكن في الكومبيتيسيون هذه. الخروج من الربع النهائي اثر على على الاجواء العامه الكل على مستوى الموتيفاسيون على مستوى البريزونس. بالرغم اللي كانوا كي تشوف الاداء في وسط المقابله اللي ناقص سي تسيم الفرص اللي ناقص سي الثلاثه اربع كور اللي جوك مطالبين ما عندناش حق باش نضيعوا عدد كبير من الفرص سورتو فرص سهلين وبعد صعب عليك المقابله. من مدة طويلة والإكسترا سبورتيف قاعد ياخذ في برشا طاقة برشا استنزاف خلى اللي كانوا التركيز ناقص. لكن احنا نحاول كانوا نركزوا كان على الميدان نركزوا كان على العمل في المقابلات اللي الأخرانية سواء مع الأهلي ولا مع المغرب الفاسي ولا حتى اليوم. بالنسبة لي أنا المشكل واضح واضح سيكو دوميناسيون كبيرة فيها العديد من الكور في 1 متر ولا 2 متر ما كانش فما توفيق باش في تسجيل الأهداف. هذا هكاش ناخذوا آخر سؤال تفضل. نمشي شمون دابا باقي نتشبتش بالبونسي ديالو فقط لأنه وجع عنده كونترا أو كيشوف باقي يقدر يعطي شي حاجة لهذ المجموعة. كي نعملوا أناليز أكثر وعمق اللي كانوا الرجاء السنة هذيا تجدد على المستوى الكل. بداية صعيبة على النتائج على الأمبيونس وبعد عاش فترة نتاع عمل نتاع تركيز خلى اللي كانوا النتائج تحسن في وقت من الأوقات والناس ترى اللي كانوا نجموا نطمحوا ونفسوا على الشامبيونز ليغ. لكن الواقع وقت تلعب أنت ضد الأهلي فريق براتيكمون أربع خمس سنوات هو لومام إيفيكتيف الأوبجيكتيف كان أعلى من الإمكانيات نتاع الوقت هذا نتاع 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 شنو المتاح. سيتون ايكيب اللي لازم تخدم اكثر سيتون ايكيب اللي لازم تكون الامبيونس احسن ظروف نتاع عمل احسن وما تنجمش انت في ستة شهور تنجم تعمل اون ايكيب اللي تنافس على الشامبيونز ليغ وتلعب الدور الاولانيه في وقت سريع. فما حاجات ايجابيه تظهر فما حاجات ناقصه. اليوم اللي بان بالكشف النقائص كانت سورتو على مستوى الكونكريتيزاسيون. الفريق يخلق في 7-8 فرص في كل مقابلة سور لو كوتي يدير دو لوان ان كونتر ان سيتياسيونات نجم نقول لك اللي كانوا في اغلب الاحيان يتسجلوا مي مالوروزمون ما توفقناش على مستوى سورتو التقسيم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.